يقول الوقت قاسي وانت يا عبد السلام هندي وعمرك راح وسط المملكة وموظف ومسكين وتحب النظام وما عندك إلا السيك اللي تملكه وهم حاجة فيك ما تاكل حرام اللي تحسن فيه شبهه تتركه يتيم وتصلي الفجر خلف الإمام وأبوك مات في بورما في معركة وإن قلت كيف الحال جاوبني تمام وإن قلت كيف الحال جاوبني تمام مرتاح في ذا المسلك اللي يسلكه أقصى طموحه يوم في البيت الحرام يقضي بها فرضه ويقضي منسكه وحنا نحب النوم ونحب الكلام النفط خلانا قليلين بركه ما عندنا غير السوالف فالدوام فلان ما بخير وفلان اتنكه فلان ما بخير وفلان اتنكه ما ندري ان عيون ربي ما تنام سبحانه اللي كل شيء يدركه قلوبنا اكبر منك يا بيض النعام اخبارنا وافكارنا مستهلكه نهتم في التجار كل الاهتمام اللي تفرنك بالدراهم فرنكه ما نحترم من يستحق الاحترام كل ان يخاف من الفقر لا يفركه لو الفقر يذبح ذبح عبد السلام ما عنده الا السيكل اللي يملكه. الله 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 اسانك هذا من منقولك. اي هذا جوال حي من منقولك. نعم انت مو فريق صح؟ تقييم يا شيخ جوالك الطيب محمد السكر احنا اخوان. تقييم تميمي ها؟ الابيات مبله لكن لقاء جدا جميل. ها مع خالص الود والعرفان شكرا جزيلا من عمان. في ملاحظه في ملاحظه في الالقاء بس من الاخطاء اللي نقع فيها اننا نقلقل الحروف التي لا تقلقل. صحيح. ف البارحه يوم الخلايق نيامه لا ما بتجي وش عطني واحد من الابيات اللي تو عبد السلام عبد السلام يصلي خلف الامام عرفت القلقله إيه لا القلقله ما تصير الا في جد قطب يا اخي ابو عبد المحسن ابو عبد المحسن يعجبني في ايش؟ قطب جد طبعا ما شاء الله يعني يفهمني اذا انا جالس ارمي على حاجه عشان يرمي علينا فايده. يا سلام شكرا الله حلو 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 الله يعطيك كذا لا شغلك نظيف لا حشر له بس لا دي بال لا تخاف عليه نعم